هو أول فيلم درامي لنادي سعودي. هو فيلم يعني في زاوية يمكن تخدم شغف كثير من الشباب أو شغف السعوديين الأول في الرياضة هو كرة القدم. بهالطريقة حب سعيد صالح يحمس كل محبين نادي الاتحاد حتى يحضروا فيلم ناديهم المفضل ويقيموا، خاصة وإنه يشوف إن هذا العمل فيه الكثير من التفاصيل اللي ممكن تصدم الأندية الأخرى. طبعاً الهلالي والنصراوي والأهلاوي وكل المهتم في مجال كرة القدم أعتقد أن الفيلم يستفزه. فسعيد ما قدم أي دور وإنما أدى شخصية سمعنا الكثير عنها وساهمت بصناعة تاريخ البطولات والإنجازات العريقة لنادي الاتحاد. وأنا الكاركتر اللي أنا أتكلم يعني اللي في المعالجة قاعد أديه هو شخصية اسمها الجوكر، شخصية في كواليس الاتحاد ولكن عاشق محب يذكر كل اللي كانوا موجودين في ذيك الفترة في فترة التأسيس لهذا النادي العريق. وعشان يعرفوا جمهور الاتحاد من الجيل الجديد عن ناديهم وتاريخه بدأ الكل يتداول صور للعم جوكر على منصة إكس، والتعليق كان العم جوكر رحمه الله في كشكي في زمن الطيبين، والصورة الثانية كانت لقائمة الجمعية العمومية لنادي الاتحاد سنة 1385 وفيها أسماء الأعضاء اللي حق لهم حضور الاجتماع وكان من بينهم العم جوكر. فيلم يتكلم عن حقبة تاريخية في تأسيس هذا النادي وأفكار بالنسبة لي أنا كسعيد صالح ما كنت أعرفها، فتعرفت عليها من خلال السياق الدرامي. الفيلم مهم جدا، مهم أنكم إن شاء الله تشوفونه ويعجبكم يا رب، هذا اللي نتمناه. وبصمة سعيد الفنية قدرت توصل للجمهور أكثر وأكثر بعد الاهتمام اللي بتقدم المملكة لصناعة السينما، وقدم عملين مختلفين بالمضمون والصورة برفقة النجوم الشباب، الأول طريق الوادي مع محمد الشهري وأسيل عمران، والثاني حوجاً مع براء عالم والعنود سعود، واللي برأيي اليوم لديهم فرصة كبيرة لإبراز موهبتهم بالطريقة الصحيحة. يمكن احنا او انا من اخر الجيل اللي حصل صعوبات في انه يكون موجود من ضمن الصناعة او من انه يكون من ضمن الحراك اللي كان موجود في ذيك الفترة. اليوم لا، اليوم كل شيء قريب للفنان وكل شيء موجود، وحتى دعم النجوم صار أكبر. فقبل فترة كلنا شفنا ريم عبد الله وكل فريق برنامج درايش بيحتفلوا بسعيد وبفيلمه بخروج، وهالعمل اللي شارك فيه سعيد أيضا ضمن فعاليات مهرجان الأفلام السعودية. شخصية بخروج بن علاس القائد الكبير في فيلم تاريخي يتكلم عن مرحلة مهمة تقريبا عن قبل 200 أو 250 سنة في مملكتنا العربية السعودية، والدور مهم ومهم جدا أن احنا نقدم هذه الشخصيات وهذه القادة اللي يلهمون شبابنا.